نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأخرى وأبرز ما فيها: مقتل مسعفين وإصابة 5 من الأطقم الطبية جراء قصف لمسلح حفتر أثناء تقدم قوات الوفاق في منطقة الوشكة. بعد رفض السراج دعوة إيطالية لزيارة روما، كونتي يدعو حفتر للتخلي عن الخيار العسكري ووقف هجومه على طرابلس. بعد إعلانه رفضه مبادرة روسية تركية لوقف إطلاق النار، حفتر يتراجع ويرحب بالدعوة ويقول في نفس الوقت إنهم مستمرون في القتال. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية، ونبدأ نشرتنا بآخر التطورات الميدانية. أكد الناطق باسم وزارة الصحة فوز نيس للأحرار مقتل مسعفين وإصابة 5 آخرين من الأطقم الطبية نتيجة قصف لمسلح حفتر في الوشكة. ميدانيا أفاد آمر غرفة عملية سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال في تصريح لليبيا الأحرار، أفاد بسيطرة قوات الوفاق على منطقة الوشكة وتقدمها إلى ما بعدها شرقا باتجاه سرت، موضحا أن قواتهم سيطرت أثناء تمشيطها المنطقة على عدد من الآليات العسكرية بعد انسحاب مسلح حفتر. بعد أيام من سيطرة مسلحي حفتر على مدينة سرت بتحالفهم مع أنصار النظام السابق وخلايا نائمة موجودة داخل المدينة، ها هي قوات حكومة الوفاق تبدأ شيئا فشيئا في خطوات استعادة المدينة وطرد مسلحي حفتر منها. الخطوات العملية على الأرض بدأت مباشرة عقب سيطرة مسلحي حفتر على سرت، إذ أسفرت صباح الخميس عن استعادة منطقة الوشكة والتقدم إلى ما بعدها شرقا باتجاه سرت، وفق ما صرح به آمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال لليبيا الأحرار. قوات الوفاق سيطرت أثناء تمشيطها للمنطقة على عدد من الآليات العسكرية، وهي عمليات دعمها سلاح الجو الذي شن غارات دقيقة استهدفت تمركزات مسلحي حفتر في محيط المنطقة بحسب بيت المال. وفي سرت أيضا، والتي تنكر بعض أهلها لتضحيات رجال البنيان المرصوص الذين دحروا ما يعرف بتنظيم الدولة بعد أن نكل بأبناء المدينة، ها هم مسلح حفتر وكعادتهم التي دأبوا عليها ينفذون على مدار اليومين الماضيين عمليات اقتحام وسطو على منازل المواطنين بالحي رقم 1 بالمدينة، كما نفذوا أيضا عمليات اعتقال بحق المشاركين في عملية البنيان المرصوص وفق ما صرح به الناطق باسم الجيش العقيد محمد جنونو. تطورات ميدانية جديدة على الأرض بالمنطقة الغربية أحرزتها قوات الوفاق في أيام قليلة، إلى جانب تقدماتهم بمحاور القتال جنوبي طرابلس، يراه محللون عسكريون نجاحا يتطلب دعما من القيادة السياسية والعمل بشكل أكبر لتنظيم صفوف قوات الوفاق وأخذ زمام المبادرة بدل أن يكونوا في خانة رد الفعل. في سياق متصل، أعلن أمير الكتيبة 604 عبد الحميد بن رجب انضمامهم للقتال إلى جانب مسلحي حفتر ضد قوة حماية سرت المنبثقة عن قوة البنيان المرصوص. ووصف آمر الكتيبة التي تتبع التيار المدخلي اتهامات قيادات مصراتة لهم بخيانة قوة حماية سرت، وصفها بتزوير الحقائق وفق ما ورد في البيان. نعلن انضمامنا للقوات المسلحة العربية الليبية المرابطة على تخوم المدينة. إنما نشر في بعض وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية من اتهامات للكتيبة 604 مشاة بالغدر وخيانة العهد
من قبل بعض قيادات مدينة مصراتة هو من الكذب والتزوير وقلب الحقائق وتبرير الهزيمة بمبررات واهية، مع أن دخول الجيش لم يكن خفي على أحد. إلى محاور طرابلس، حيث أكد أمير محور عنزارة يوسف لمين سيطرة قوات الوفاق على مواقع تابعة لمسلحي حفتر في محور الجايلية بعد اشتباكات دامت ساعات وفق قوله. من جهته أكد الناطق باسم القوة الوطنية المتحركة سليم قشوط الأحرار أكد تقدم قوات الوفاق في محوري طويشة والرملة بعد تمكنها من تدمير عدة آليات تابعة لحفتر. اشتباكات عنيفة دامت ساعات شهدتها أغلب محاور القتال في جنوب العاصمة طرابلس، بعد شن قوات الوفاق هجوما على تمركزات قوات حفتر في محاور عنزارة والخلطات والطويشة والرملة. أمير محور عنزارة يوسف الأمين أكد تقدم قواتهم في محور القبايلية بعد شنها هجوما على مسلح حفتر وتدمير عدد من آلياتهم، مشيرا إلى أن قوات الوفاق عززت من تمركزاتها بعد صدها محاولة تسلل لمسلح حفتر إلى المواقع التي خسرتها، وهي مستعدة لصد أي هجوم محتمل. وفيما يتعلق بمحور طريق المطار، قال الناطق باسم القوة الوطنية المتحركة سليم قشوط إن قوات الوفاق تمكنت من صد محاولة تقدم لمسلح حفتر تجاه طريق المطار وأجبرتها على التراجع. قشوط أكد في تصريحات لليبيا الأحرار تقدم قوات الوفاق في محوري الطويشة والرملة بعد تمكنها من تدمير عدة آليات تابعة لحفتر، مضيفا أن محور الخلطات شهد اشتباكات عنيفة دون تحقيق أي تقدمات من كلا الطرفين. من جهتها أعلنت عملية بركان الغضب تدمير الخطوط الخلفية لمسلح حفتر في محاور جنوب طرابلس بعد استهدافها بالمدفعية الثقيلة، في وقت نشرت فيه عملية بركان الغضب فيديوهات تظهر استهداف قوات حفتر بشكل دقيق بسلاح المدفعية الثقيلة. وعلى الصعيد الإنساني، استهدفت قوات حفتر مناطق سوق الجمعة وعرادة ومعيتيقا وشرفة الملاحة بعشرات القذائف العشوائية وصواريخ الجراد، ما أدى إلى تضرر عديد المنازل وممتلكات المواطنين وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب. وتأتي هذه الضربات بعد سلسلة من الهجمات نفذها الطيران الداعم لحفتر، استهدف من خلالها منازل المواطنين في شرفة الملاحة وعنزارة والزاوية، ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال. إذن هي تقدمات عسكرية جديدة قد تحدث تغييرات في محاور جنوب طرابلس وفق خبراء عسكريين، خاصة بعد زيادة نشاط سلاح الجو الليبي مؤخرا وفشل خطط حفتر على الأرض، إذ تعتمد قوته بشكل كبير على الطيران الإماراتي المسير منذ بدء العدوان على طرابلس. وينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس أمر محور عنزارة يوسف لمين. أهلا بك، دعنا في صورة الأوضاع الميدانية في محور القبيلية الآن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام. بالنسبة لمحاور عنزارة بالتحديد اللي هو القبيلية والكحيلي والرعايبية وجميع الجهات اللي هي تخص عنزارة، قواتنا محافظة على تمركزاتها وقاعدة في موضع استعداد لأي صد هجوم من العدو، لأن العدو مستغل نقطة اللي هو الأرض، بعض منها فضاءات فيستغل فيها رمي الهاون، فقواتنا واخذة احتياطاتها والحذر من الهاون، لأن الضرب يعني الهاون لما يتساقط عليه على مكانات المنفذات في قواتنا بيكون في أضرار في الآليات وفي الأرواح، فاحنا نتصدوا للهاون هدا بطرق اللي هي نعرف كيف نتعامل معه، وكذلك نمنعوا تقدم قوات العدو على الأرض. حاولوا اليوم منهم يتسلوا بيردوا بعض الأماكن اللي هي أخذناها منهم المدة الماضية، فما قدروا ما قدروش يستولوا عليه مكان، وقواتنا عزت مواقفها، وكذلك حتى قوة عندنا عدد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقواتنا في 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 يعني في 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 باستمرار في تزايد، والحمد لله أماكننا مسيطرين عليها وما شاء الله. وبالنسبة لمحور محاور القتال اللي هو زي صلاح الدين، كذلك حتى وتراشق بالهاون بالنهاون والمجرم هذا وميليشياته يستعملوا في قناصة،
فواخذين احتياطاتنا والحذر من 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 الامور هذه بتفادي اللي تساقط يعني تساقط ضحايا من قواتنا، ولكن بفضل الله عز وجل قواتنا على الارض متمركزه ومتماسكه وزايده في زايده زايده في 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 تمركزاتها، وما فيش اي تراجع من قواتنا بفضل الله عز وجل، ومش مأثر فينا اي لو زاد فتح حتى برنامج سرت هو اساسا يبي قوات ترجع لسرت وكذلك، لكن قواتنا ما تاثرتش فيها اللي هي فتح اي محور اثنين ولا ثلاثه تاليات في اي مكان ثاني، وذلك بفضل الله عز وجل. اذا انت تؤكد بان قوات الوفاق تحافظ على تمركزاتها في هذه المحاور وعوده الهدوء الى هذه المحاور والترقب ايضا. نعم اكد هذا الكلام بان قواتنا محافظه على تمركزاتها، في تراشق بالهاون يعني من بعض في بعض المحاور من قواتنا، ولكن العدو هو اللي مسيطر في الامر هذا برمي الهاون. طيب سيد لمين، يعني بالحديث عن باقي المحاور الاخرى، ما هي المعلومات المتوفره عن محور طريق المطار وايضا عن محوري الطويشه والرمله؟ لا بالنسبة للرملة والله ما عندي أي خلفية حقيقة، ولكن بالنسبة لطريق المطار والخلاطات وصلاح الدين ومحاور عنزارة قواتنا ما شاء الله محافظة على تمركزاتها 100%، وما فيش أي رجوع التالي، وبل العدو يرمي في الهاون ياخذ في تحوطات منا، ولما يبطل الهاون يتقدموا قواتنا على الأرض ديما داحرين ميليشيات المجرم حفتر. طيب جويا، هل نفذ طيران حفتر أي ضربات جوية اليوم؟ والله بالنسبه لي 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 في محاور طرابلس ما 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 يعني ما لاحظتش، ولكن في معلومات دقيقه ومعلومات اكيده من قواتنا اللي موجوده، اكيد ضرب تو طيران الوفاق في ثلاث مكانات، ضرب في نقول احنا الخواضه اللي هي طريق الملح في الوشكه وكانت فيها خسائر للعدو، وكذلك ضرب في مزرعه احمد الهويدي في بلاد الحصون وكان فيها خسائر للعدو في العتاد والارواح، وكذلك ضرب في 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 جهه ثانيه من ضواحي سرت فكان فيها العدد من القتلى شيء خيالي، من القتلى متفحمين وفي دمار في بعض اليات العدو. هذا من غرفه الطيران بالتحديد اللي هي في غرفه اقتحام سرت. اذا انت تؤكد شن قوات الوفاق او طيران الوفاق لضربات جويه على عده اماكن، ابرز هذه الاماكن هي منطقه الوشكه وايضا منطقه بويرات الحسون وايضا في ضواحي مدينه سرت بحسب ما ذكرت، وخلفت هذه الضربات خسائر في الارواح والعتاد لمسلحي حفتر. نعم هذا كنت معنا. نعم نكتفي معك بهذا القدر، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس امر محور عنزاره يوسف لمين، شكرا جزيلا لك. أكد الناطق باسم وزارة الصحة فوزي منيس الأحرار مقتل مسعفين وإصابة خمسة آخرين من الأطقم الطبية نتيجة قصف لمسلح حفتر في الوشكة. يأتي ذلك فيما أكد عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف للأحرار تعرض بعض مناطق البلدية إلى قصف عشوائي كثيف بقذائف الهاون من قبل مسلحي حفتر، ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين وممتلكاتهم. تتسع دائرة استهداف مسلحي حفتر للمدنيين والأطقم الطبية يوما بعد آخر دون توقف، رغم أنها قد ترقى لجرائم حرب كما صنفتها الأمم المتحدة في حوادث كثيرة. آخر تلك الانتهاكات مقتل مسعفين وإصابة خمسة آخرين من الأطقم الطبية في استهداف مباشر بقذيفة ظهر الخميس في منطقة الوشكة، وفق مركز الطب الميداني الذي ذكر بدورهم في إنقاذ وعلاج جرحى جميع الأطراف. هؤلاء الضحايا يضافون إلى حصيلة ضحايا الكلية العسكرية التي ارتفعت إلى 32 شهيدا بعد وفاة طالبين الأربعاء متأثرين بجراحهما، ناهيك عن جرح 30 طالبا استهدفتهم طائرة مسيرة لبلد داعم لحفتر وفق ما كشفه المبعوث الأممي، وهو موقف أكدته السفارة الأمريكية بليبيا التي حملت حفتر مسؤولية قصف الكلية العسكرية، فضلا عن الفيديوهات التي نشرتها ليبيا الأحرار للحظة الاستهداف فندت فيها ادعاءات أعلام حفتر. وفي الوقت الذي لم ترحم فيه قذائف حفتر أرواح الطلبة فإنها قتلت طفلين وأصابت والدهما بمنزلهم في عنزارة، وتوفي طفلة وشقيقها في حادثة مشابهة عندما استهدف مسلح حفتر منزلهم ظهر الأحد، وأصيب شابان تصادف وجودهما بجانب المنزل بمنطقة الهضبة البدري،
كذلك قتل 3 مدنيين وجرح آخرون من بينهم طفلة في استهداف ورشة حدادة ومصنع بمنطقة الكريمية. الاستهانة بأرواح المدنيين داخل منازلهم وخارجها رغم شعارات من دخل بيته فهو آمن ختمها مسلح حفتر الخميس بإمطار منطقة سوق الجمعة وحدها بأكثر من 40 قذيفة، تنبئ بأن القادم أسوأ إن استمر على حاله، وتعكس حالة انتقام لدى ساكن الرجمة مقابل فشله العسكري. وفي تداعيات العدوان، حصلت قناة ليبيا الأحرار على فيديوهات جديدة وحصرية توثق لحظة استهداف الطيران الإماراتي لطلبة الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة بطرابلس، والذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح. ووفق وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة شهداء طلبة الكلية إلى 31 بعد وفاة طالب صباح الأربعاء متأثرا بجراحه، كما خلف القصف أكثر من 30 جريحا بعد استهدافهم أثناء تأديتهم الجمع الليلي بالكلية. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد اتهم بلدا داعما لحفتر بتنفيذ الهجوم باستخدام طائرات مسيرة، فيما حملت السفارة الأمريكية بليبيا حفتر مسؤولية قصف الكلية. هذا ودنا حرس الجمارك في مدينة مصراتة هجوم مسلحي حفتر واستهدافهم لأرواح المدنيين في كافة المرافق المدنية والعسكرية. وأكد حرس الجمارك جاهزيتهم لصد هجوم قوات حفتر الذي يستهدف مدينة مصراتة ومؤسساتها الحيوية، داعين كافة أفراده إلى المشاركة في الحرب ضد قوات حفتر وكل من يدعمون لرجوع الحكم العسكري. في سياق متصل، نظم عدد من عمداء وحكماء وأعيان المنطقة الغربية زيارة لبلدية طرابلس المركز لتقديم واجب العزاء في شهداء قصف الكلية العسكرية بالهضبة والتي راح ضحيتها أكثر من 30 طالبا. وعقد عمداء البلديات وحكماء وأعيان المنطقة الغربية اجتماعا لبحث آخر التطورات لصد العدوان وسبل دعم الاتفاقية مع تركيا والدول الداعمة لحكومة الوفاق. نعزي أنفسنا أولا ونعزي أهالي الشهداء الذين قضوا في الكلية العسكرية ظلما وقهرا، ونقول لأهلنا في العاصمة ولكل أحبتنا في ليبيا وأهلنا في ليبيا إننا بإذن الله باقون على العهد إلى أن ينصرنا الله عز وجل على هذا الظالم، وإلى أن تتحقق الدولة التي نحلم بها. وما هذه الدماء الزكية التي أريقت بإذن الله إلا هي الدافع لنا، وهي اللبنة الأولى لبناء الوطن الذي نحلم به. تعرضت اسطبلات الشعاب لتربية الخيول المهجنة الأصيلة بمنطقة عنزار الأربعاء لسرقة عدد من الخيول ومعدات طبية وأدوات وأجهزة تخص الاسطبل. وقال المدير العام للاسطبل عماد الشعاب عبر صفحته الشخصية، قال إن مجموعة مسلحة من منطقة الأحواتم والعبانات يدعون تبعيتهم للقوة الموجودة بمدينة ترهونة اقتحموا الاسطبل وسرقوا 59 حصانا. هذا ونشد الشعاب أهالي ترهونة بالتدخل والتبرؤ من هذا الفعل الذي وصفه بالمشين وضرورة الحفاظ على سلامة الخيول وإرجاعها، مشيرا إلى أن هذا المشروع إرث وطني يستفيد منه الجميع ويساهم في تطوير وتربية الخيول في ليبيا. دعا رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي خليفة حفتر خلال لقائهما في روما إلى التخلي عن الخيار العسكري ووقف هجومه على العاصمة طرابلس. وذكرت الحكومة في بيان لها الأربعاء أن كونتي عبر عن قلقه إزاء التصعيد المستمر في الأزمة الليبية، مؤكدا أن المسار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية وفق البيان.
هذا وعبر نائب بمجلس الشيوخ الإيطالي رفض رئيس المجلس الرئاسي فاز السراج لقاء رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مقر الحكومة بروما صفعة وفشلا نهائيا للحكومة الإيطالية في الملف الليبي. هذا وقالت أو وقد نقلت وكالة أكل إيطالية عن رئيسة كتلة حزب فورتسا إيطاليا بمجلس الشيوخ أن ماريا برينيني أن ما حدث يمثل فوضى دبلوماسية غير مسبوقة، قائلة إن دعوة رئيس حكومة دون إبلاغه بوجود عدوه اللدود يعني إما المبالغة بالمكانة التي تمتلكها إيطاليا كوسيط دولي أو أن ساستنا مجرد هواة على حد تعبيرها. منذ دخول تركيا على خط الأزمة الليبية لدعم حكومة الوفاق الوطني تسعى دول عدة من بينها إيطاليا لاستعادة زمام المبادرة في الملف الليبي بعيدا عن الحاضنة الأوروبية. وقد حاول رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عقد لقاء مع السراج وحفتر بعد اجتماع بروكسل الأربعاء دون علم السراج، الأمر الذي جعله يعود مباشرة إلى طرابلس. هذه الخطوة التي أقدمت عليها روما اعتبرها بعض المحللين مراهقة دبلوماسية وأثارت ضجة في الداخل الإيطالي لعدم تقدير إيطاليا حجم الأزمة الليبية التي عمقها عدوان حفتر على العاصمة طرابلس. فقد وصف وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني ما قام به كونتي من استدعائه لحفتر دون علم السراج بالجنون والعجز، قائلا إن ذلك يخالف أدنى حد للبروتوكول باستضافة حفتر قبل رئيس الوزراء المعترف به دوليا. فيما علقت رئيسة كتلة حزب فورتسا إيطاليا بمجلس الشيوخ أن ماريا بيرنيني قائلة أن ما حدث يؤكد الفشل النهائي للحكومة الإيطالية، وأكد على قول النائب الإيطالي وزير الداخلية الأسبق ماركو مينيتي الذي قال أن بلده فقد المبادرة السياسية في ليبيا وقد لا يتمكن من إعادة بناء الدور الذي لعبه في الماضي، مشددا على ضرورة طرح دور أوروبي وليس إيطالي في ليبيا. وتعليقا على ردود الفعل الرافضة لما فعلته روما مؤخرا، فرئيس الوزراء جوزيبي كونتي عدم تناسق سياسة حكومته بشأن الأزمة الليبية وقال أنه من أجل دعم خيار حل سياسي من شأنه بسط الاستقرار في البلاد أقام حوارا مع حفتر لمحاولة إقناعه بالتراجع عن المبادرة العسكرية وتبني طريق التفاوض الذي يوجه ليبيا نحو صلح مستدام. وفي محاولة لسباق الزمن تحرك وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو وزار تركيا ومصر والجزائر في وقت وجيز لبحث الملف الليبي، وشدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار لإيجاد حل لأزمة ليبيا ووقف إطلاق النار. كما قال دي مايو إن أمن ليبيا يعني بالضرورة أمن إيطاليا التي تحتاج إلى استعادة الثقة بنفسها واللعب كفريق واحد على حد تعبيره. ومن هذا المنطلق طلب دي مايو من وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا الذين اجتمعوا على مدار يومين في القاهرة، طالبهم بتخفيف موقفهم المتشدد حيال تركيا ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وقال إن البيان المشترك غير متوازن وهو ما يفسر عدم حضوره المؤتمر الصحفي وعدم توقيعه على هذا البيان. تحركات روما تبدو وفق مراقبين متأخرة من حيث زمانها ومضمونها السياسي، فروما التي أدارت ظهرها لحكومة الوفاق رغم أنها نجحت في الحد من تدفقات المهاجرين يزعجها أن تجد طرابلس في أنقرة حليفا أكثر ثقة وجدية، كما أن روما حين أرادت أن تبادر سياسيا أخفقت دبلوماسيتها في أبجديات البروتوكول السياسي وحاولت إعادة إنتاج مؤتمر باليرمو دون إدراك لما حدث من تغيرات. وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد رفض دعوة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لزيارة روما بعد علمه بوجود حفتر فيها، ووصل إلى طرابلس قادما من بروكسل عقب لقائه عددا من المسؤولين الأوروبيين. من جهته وصف وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتح بشغاء الشائعات التي تم تداولها حول لقاء السراج بحفتر بأنها مجرد بروباغاندا إعلامية من جهات إيطالية ممولة من دولة الإمارات على حد تعبيره. 9 أشهر وتزيد ربما كانت كافية ليشعر الأوروبيون بخطورة الأوضاع في ليبيا، وهو ما جاء على لسان الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل
خلال لقائه السراج في بروكسل الأربعاء شعور متأخر بخطورة الأوضاع بعد أن نفذ مسلح حفتر أبشع الجرائم في عدوانهم على طرابلس ومدن أخرى بالبلاد. بوريل وخلال لقائه السراج قال إنه سيلتقي زعماء ليبيين آخرين في بروكسل أو روما لتحليل الوضع معهم، فحتى شعور الأوروبيين بخطورة الوضع في ليبيا يحتاج إلى تحليل يعقبه، فكم روح ليبية يريدها الاتحاد الأوروبي حتى يضغط على بعض دوله وبعض الدول الداعمة لحفتر للتوقف عن دعمه وتأجيج الصراع في ليبيا؟ تسارع الحراك الأوروبي تجاه ليبيا لم يأتي إلا بعد توقيع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم مع تركيا، الأمر الذي دفع الأوروبيين إلى التسابق نحو ليبيا بعد أن اكتفوا خلال 9 أشهر بالتعبير عن القلق والاستنكار والإدانة. غير أن روسيا الخجولة من تورط شركة فاغنر الروسية التي تحارب مع حفتر التقطت زمام المبادرة بالتفاهم مع تركيا، ما أسفر عن توافق الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على مطالبة الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار بداية من 12 فبراير الجاري والجلوس إلى طاولة التفاوض. في موقف آخر، فإن حنين إيطاليا إلى ما تعتبره شاطئها الرابع جعلها تغرد وحدها خارج سرب الاتحاد الأوروبي، وقامت عبر رئيس وزرائها جوزيبي كونتي بدعوة السراج إلى زيارة روما بعد رحلته إلى بروكسل، ولكن وصول حفتر قبل السراج دون أن يوضح الإيطاليون ذلك جعل رئيس المجلس الرئاسي يحول وجهته إلى طرابلس، ففشلت إيطاليا في صنع لقاء بين الرجلين مثل فشلها في تحديد موقف واضح تجاه الأزمة الليبية. وبالعودة إلى تأكيد وزير الخارجية محمد سيالا أن ليبيا أبلغت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتأجيل زيارتهم إلى طرابلس الثلاثاء الماضي، فإن كل هذا الحراك الأوروبي لا يعني شيئا إذا لم يفلح في وقف عدوان حفتر والدول الداعمة له على الليبيين. وينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس المحلل السياسي محمد فؤاد. السراج تراجع عن زيارة روما بسبب وجود حفتر هناك، كيف تعلق؟ بسم الله. هو السراج لم يعلم بوجود حفتر، وعندما علم بوجود حفتر في روما في قبل ركوب الطائرة بقليل طلب من قائد الطائرة التوجه إلى طرابلس ورفض الذهاب إلى روما، وحسنا ما فعل. في الحقيقة ما قام به الإيطاليون يعني يدل على مراهقة سياسية وعدم خبرة. اليوم يعني لأول مرة يعني أشاهد حجم الهجوم على الحكومة وما قامت به الحكومة الإيطالية في الصحافة الإيطالية، سواء المؤيدة للحكومة أو المعارضة لها، بل إن حتى بغض النظر عن المعارضة الإيطالية التي وصفت الحكومة بأوصاف يعني شديدة جدا غير معهودة حتى في اللغة السياسية، حتى بعض أعضاء الأحزاب الحاكمة اليوم في إيطاليا شنوا هجوم غير مسبوق على ما العبث اللي قامت به الحكومة يوم أمس. هذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن الحكومة الإيطالية الحالية وهي بدون خبرة تقريبا بسبب وجود أحد الأحزاب اللي هي غير مؤطرة حزبيا، حزب جديد، حزب شعبوي، الأشخاص اللي يقولون السياسة الخارجية سواء رئيس الحكومة أو وزير الخارجية لا خبرة سياسية لهم، وقبل سنتين فقط من اليوم لم يكن يعرفهم أحد. هذه نتائج تسليم الدولة إلى رغم دولة كبيرة مثل إيطاليا لمثل هؤلاء الأشخاص، وهذه هي النتيجة. يعني كان الوضع حقيقة يعني مضحك يوم أمس، لدرجة أن كثير من الصحف الإيطالية اليوم قالت إن هذا ليس فقط نهاية الدور الإيطالي في ليبيا، وإنما ربما يكون نهاية الدور الأوروبي بكاملة في ليبيا. طيب، يعني بمعزل عن ما قالته الصحف الإيطالية في هذا الأمر، يعني هل ما حدث يوم أمس باستدعاء الحكومة الإيطالية للسراج دون معرفته بوجود خصم حفتر في روما يعتبر فشلا للحكومة الإيطالية في إدارة الملف الليبي برأيك؟ ولماذا لجأت إيطاليا لمثل هذا السلوك؟ لا شك هو كلمة فشل يعني لا تعبر عن ما قامت به الحكومة الإيطالية. الموضوع أكبر من موضوع فشل. المشكلة إيطاليا أنها تراخت في دعم حكومة الوفاق ووقفت متفرجة عن ما يحدث لمدة 9 أشهر،
وربما في النهاية اعتقدت أن حفتر بإمكانه الدخول إلى طرابلس وأن لا فائدة من دعم حكومة الوفاق. ما قلب الموازين هو الاتفاق الليبي التركي. وجد الإيطاليون أنفسهم والأوروبيين بصفة عامة خارج اللعبة تماما. بالنسبة لباقي أوروبا ليبيا قد تكون مهمة، ولكن بالنسبة لإيطاليا ليبيا ركن أساسي من السياسة الاستراتيجية الخارجية والأمنية بالنسبة لإيطاليا، ولا يمكن لإيطاليا أن تسمح بضياع مصالحها في ليبيا بهذه السهولة. هذا ما جعل الإيطاليين يتحركون يعني تحركات محمومة حقيقة. شاهدنا يعني وزير خارجية إيطاليا جاء إلى طرابلس ثم ذهب إلى تركيا ثم ذهب إلى مصر والجزائر وسيتجه أيضا إلى تونس. أي اتصل بكل حلفائه الأوروبيين وربما اتصل حتى بالروس على ما أعتقد. يعني كل هذا الحراك المحموم لأنهم عرفوا حجم الخطأ الكبير الذي وقعوا فيه. ولكن يعني ربما أتحدث من وجهة نظر حتى إيطالية بعض الشيء حتى يفهم المشاهد الليبي ما يحدث. الكل مجمع على أنه لا يمكن أن تتخلى عن حليف لك في عز الأزمة وتذهب إلى الطرف الآخر، أو أنك تطالب بحل سياسي بدون وضع الأسس وبدون موازنة الوضع على الأرض. يعني الآن نتحدث عن وضع عن حل سياسي بينما قوات حفتر تحاصر طرابلس. كيف يمكن إيجاد مثل هذا الحل السياسي؟ كان من المفترض دعم حكومة طرابلس لرد العدوان ثم بعد ذلك الحديث عن حل سياسي، وهذا ما يقوله الإيطاليون اليوم. فكل هذه الأخطاء اللي وقعت فيها الحكومة الإيطالية تدفع ثمنها هي اليوم وتدفع ثمنها باقي أوروبا أيضا. لكن كما قلت لك ألمانيا وفرنسا صحيح أن ليبيا مهمة بالنسبة لهم، لا يريدون أن يكون ملف الهجرة على سبيل المثال في يد أردوغان وحده، ولكن بالنسبة لإيطاليا الموضوع أكبر من هذا بكثير. ليبيا يعني كل من يعرف أسس السياسة الإيطالية، ليبيا ركن أساسي من السياسة الخارجية والأمنية والاقتصادية الإيطالية. طيب سيد فؤاد، يعني وزراء خارجية الدول الأوروبية، ما جدوى تحركاتهم هذه والتي كان آخرها في بروكسل أمس مع السراج ما لم ينجحوا فعلا في وقف عدوان حفتر على العاصمة طرابلس؟ أنا تحدثت أكثر من مرة وقلت أن الأوروبيين لا فائدة معهم والتواصل معهم هو إضاعة الوقت. والدليل يعني بعد ذهاب السيد فايز لبروكسل خرج أحد المتحدثين لا أذكر من هو معه ويتحدث عن أن الاتفاقية الليبية التركية هي مخالفة لقانون البحار، ثم أن وزير خارجية فرنسا ذهب إلى مصر معه وزير خارجية قبرص واليونان وكانوا يريدون الخروج ببيان شديد اللهجة ضد تركيا. فبالنسبة للعلاقات ليبيا وأوروبا باستثناء ربما إيطاليا وألمانيا وربما أيضا بريطانيا، أنا أتحدث يعني لا نستطيع الآن أن نقول أن هناك موقف أوروبي، لا يوجد موقف أوروبي موحد، هناك مواقف دول. الآن إيطاليا مصلحتها مع ليبيا ولا تريد أن تتخلى عنها، فرنسا مصلحتها ضد حكومة الوفاق، اليونان وقبرص وبعض الدول الداعمة لهما أيضا مواقفهم ضد حكومة الوفاق. فلا يوجد شيء اسمه دور أوروبي وخصوصا بعد خروج بريطانيا. هناك علاقات مع دول بعينها. الآن الإيطاليون يحاولون التواصل مع الأتراك حتى لا يخرجوا من المشهد تماما. بالنسبة لليبيا أعتقد أن دول مثل فرنسا يعني حتى الحديث معهم أصبح عبارة عن مضيعة الوقت، لأنها لم تتراجع عن موقفها في دعم حفتر، وفي النهاية موقفها أصبح موقف ثانوي بعد التدخل الروسي. الآن الأوراق الحقيقية في ليبيا هي في يد روسيا وليست في يد أوروبا. نعم وصلت الفكرة. كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس المحلل السياسي محمد فؤاد، شكرا جزيلا لك. أعلن الناطق باسم قائد العدوان على طرابلس أحمد المسماري الخميس ترحيبه بما سماها مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية إلى إحلال السلام، مؤكدا في الوقت ذاته استمرارهم في عملياتهم العسكرية ضد العاصمة طرابلس. وجاء تراجع المسماري وتناقض مواقفهم عقب بيان أصدره عبر صفحتهم الرسمية عبروا فيه عن رفضهم مبادرة الرئيسين التركي والروسي لوقف إطلاق النار بدءا من الأحد القادم. من جانبه أعلن النائب الأول لرئيس مجلس نواب طبرق فوزي النويري في بيان له الخميس من بنغازي
أعلن ترحيبه بالمبادرة الروسية التركية الداعية لوقف إطلاق النار مطلع الأسبوع القادم. وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد دعوا الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار في البلاد بداية من يوم الأحد القادم والعودة إلى طاولة المفاوضات. وبدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، قال إن موسكو وأنقرة ستواصلان الاتصالات عبر وزراء خارجية ودفاع البلدين للتنسيق المشترك من أجل التسوية الليبية. هي مطالبة بوقف إطلاق النار، من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد القادم باتفاق الرئيسين التركي والروسي على أن يكلف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة مع كافة الأطراف لحشد الدعم بغية الوصول لهذا الهدف. وزير الخارجية الروسي أكد الاتفاق على موقف مشترك حول التسوية الليبية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددا بشكل خاص على النداء الذي وجهه الرئيسان خلال افتتاح مشروع السيل التركي. أنقرة وموسكو أعربتا عن استعدادهما للمساهمة في نجاح عملية برلين بغية المضي قدما في التسوية الليبية، على أن تكون هذه العملية شاملة من حيث إشراك جميع الأطراف الليبية فيها وربط جيران ليبيا بها. أردوغان وبوتين عبرا عن التزامهما الشديد بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، مؤكدين أن البحث عن حل عسكري في ليبيا لا يحقق سوى المزيد من الألم والانقسام بين الليبيين. الرئاسي ثمن هذه المساعي لإيجاد حل للأزمة في ليبيا، مؤكدا أن حكومة الوفاق تخوض حربا فرضها المعتدي والدول الداعمة له بغية الانقلاب على المسار الديمقراطي. من جهة أخرى، مجلسان النواب والأعلى للدولة أكدا حرصهما على أي مبادرة تحقن دماء الليبيين وتوقف الحرب، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك على ألا تشكل أي تهديد للجيش الليبي والقوات المساندة لحكومة الوفاق في الدفاع عن الشعب ومقدراته. ومع اتفاق موسكو وأنقرة على دعوة وقف إطلاق النار، إلا أن كليهما يدعم طرفا مختلفا على الأرض، سواء الدعم الروسي غير المعلن رسميا لمسلحي حفتر والمتمثل في مرتزقة فاغنر، أو عزم تركيا إرسال قواتها إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق. فهل دعوة بوتين وأردوغان لوقف إطلاق النار أبعد من كونها تصريحات دبلوماسية على هامش افتتاح مشروع مشترك بين البلدين، أم أن تحديد موعد لها يحمل دلالة على جدية هذه الدعوة بعد أن أصبحت هذه الدول اللاعب الأبرز في الملف الليبي؟ وما الذي يترتب على عدم تجاوب حفتر كونه الطرف المعتدي مع دعوة وقف إطلاق النار؟ وينضم إلينا عبر الهاتف عضو معهد السياسات الخارجية بجامعة جون هوبكنز حافظ الغويل، أهلا بك. بعد إعلان حفتر بشكل رسمي رفض دعوة الرئيسين التركي والروسي إلى وقف إطلاق النار، يعني عبر قوله أنهم مستمرون في القتال، ما هي السيناريوهات المطروحة الآن؟ والله الآن هذا يضع ضغط على الحكومة الروسية لأن هي المسؤولة على حفتر في هذا الاتفاق التركي الروسي. الطرفين وضعوا لجنة من وزراء الخارجية ووزراء الدفاع للدولتين، وعلى أساس أن روسيا هي المتوكلة بما يفعله حفتر، فلنرى هل روسيا قادرة أن تسيطر على حفتر وأن تمنع قصفه إلى طرابلس يوم السبت. لو فشلوا فهذا يعني أن روسيا خرجت من العملية السياسية وليس لها أي قدرة على حفتر. أنا أعتقد أن الحكومة التركية ستستطيع بسهولة أن تؤثر بحكومة الوفاق، ولكن في الأخير وقف إطلاق النار لازم أن يأتي من الذي يعتدي. يعني أنت لا تستطيع أن تقول للمدافعين عن أنفسهم توقفوا عن الدفاع إلا لو توقف العدوان. نعم. طيب، الناطق باسم المسماري قال قبل قليل إنهم يرحبون بما سماها مبادرة الرئيس الروسي بوتين، إلا أنهم مستمرون في القتال. كيف تقرأ هذا التناقض؟ تناقض غريب عجيب. يعني هم لم يستطيعوا
أن طبعا يرفضوا علنا ويريدوا أن يحاولوا أن يقولوا أنهم ما زال لهم علاقات ويرحبوا بروسيا، ولكن في آخر الأمر يعني ليس هناك أي الناس مش أغبياء، يعني عندما تقول أنك أنت مستمر في هذه العمليات هذا يعني أنك أنت رفضت الاقتراح الروسي التركي أو المطالبة الروسية التركية، وهذا واضح جدا. فيعني هذه بيان سخيف، يعني تعودنا على هذا السيد المسماري أن يخرج علينا بأشياء غريبة يعني لا معنى لها إطلاقا، أغلبها كذب وأغلبها تلفيق، فيعني لا أخذ ما يقوله هذا الرجل على محمل الجد إطلاقا. طيب، يعني بالحديث عن الجولات المحمومة التي يقوم بها وزراء أوروبيون لدول جوار ليبيا في محاولة لتحييدهم عن التفاهم الليبي التركي، هل ستنجح هذه الضغوطات برأيك؟ يعني لا أعتقد، لأن في الأخير يعني يقولوا ما يريدوا وينطوا من عاصمة إلى أخرى ويفعلوا ما يشاءوا، ولكن الواضح يعني والذي يجب أن يعرفه الجميع أنهم لم يفعلوا كل هذه التحركات إلا بعد ما تغير الأمر على الواقع على الأرض، وهو دخول تركيا في الموضوع. الآن هذا واقع حقيقي على الأرض، والعالم سيضطر أراد أو لا يريد أن يتعامل معه. يعني ماذا سيفعلوا لو هم مش قابلين هذه الاتفاقية؟ هل هم مستعدين أن يواجهوا تركيا؟ هذا غير عقلاني ولن يحدث. هم يحاولوا بأي طريقة أو أخرى أن يوقفوا أو أن يؤخروا هذا التدخل، ولكن في آخر الأمر لن يستطيعوا، لأن ليس لهم أي أدوات يستطيعوا أن يستعملوها ضد تركيا. أي نعم هم يعرفوا أن حكومة الوفاق حكومة ضعيفة لا تتخذ قرارات، يعني أنت لحد اليوم 9 أشهر من القصف اليومي بطائرات إماراتية، بالإضافة إلى أكثر من 30 طالب قتلوا من أيام معدودة، والكل يعرف أن هذا أتى من طائرات إماراتية، ولكن كما زال لحد اليوم لم تسمع أي رد رسمي حقيقي من مجلس الرئاسي ضد ما يحدث. هذه كلها للعالم إشارات، يعني هذا لا مش ضعف داخلي ولا ضعف لا يراه الآخرين. عندما لا تتخذ مواقف، عندما لا تقرر حتى في أبسط الأمور، فيعني أنت تعلن للعالم كله أنك أنت حكومة ضعيفة لا تستطيع أن تفعل شيء. فالآن في حقيقة الأمر القرارات في يد تركيا مش في يد السراج ولا طرابلس. نعم، وصلت الفكرة، نكتفي معك بهذا القدر. كنت معنا من واشنطن عبر الهاتف عضو مجلس السياسات الخارجية بجامعة جون كوبنز حافظ الغويل، شكرا جزيلا لك. سياسيا أيضا، قال وزير الخارجية الفرنسية جانيف لوجيان إن الخروج من الأزمة الليبية يتطلب حوارا ليبيا وإرساء مسار سياسي بمشاركة الأطراف الإقليمية الفاعلة وخاصة دول الجوار. هذا ووصف لودغيان خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد أن الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا خارجة عن الشرعية الدولية وقد زادت في تأزيم الوضع حسب وصفه، مؤكدا أن بلاده تساند جهود المبعوث الأممي غسان سلامة لتعزيز الوفاق الدولي خلال مؤتمر برلين المزمع عقده قريبا. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت أن فرنسا دعمت حفتر بصواريخ جافلين التي اشترتها من الولايات المتحدة والتي عثر عليها في غريان أثناء سيطرة قوات الوفاق عليها. في سياق متصل، قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن حكومة الوفاق حكومة شرعية معترف بها دوليا ويحق لها توقيع مذكرات تفاهم مع أي دولة وإجراء تحالفات للدفاع عن نفسها. هذا وأعلنت الخارجية التركية أن البيان الصادر عن اجتماع القاهرة حول التطورات في شرق المتوسط مبني على أطروحات غير واقعية، وأن مذكرة تفاهم مع ليبيا شرعية ومتوافقة مع القانون الدولي. كما هو الحال عسكريا، فعلى الصعيد السياسي أيضا لا يبدو الوضع في ليبيا قبل توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا كما بعده، ويبدو واضحا اليوم كيف أن اتفاقية طرابلس وأنقرة
حركت كثيرا في المياه الراكدة على الصعيد الأوروبي والإقليمي بعد 9 أشهر من الحرب على طرابلس إلى التدافع الأخير لأجل حل الأزمة الليبية. ومع إعلان دول مصر واليونان وفرنسا رفضها لاتفاقية ليبيا وتركيا خلال اجتماع طارئ دعت له بالقاهرة، يرد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بأن حكومة الوفاق حكومة شرعية معترف بها دوليا، ويحق لها توقيع مذكرات تفاهم مع أي دولة أخرى وإجراء تحالفات مع مختلف الحلفاء والأطراف للدفاع عن نفسها، وأن حفتر طرف معتد استعان بدول أخرى إقليمية ودولية لقصف شعبه مستعينا بالمرتزقة من روسيا والسودان وتشاد، وأنه لا يؤمن بالمسار السياسي، ومع ذلك فإنه لن يدخل طرابلس وفق قوله. نحن كحكومة شرعية لدينا الحق في عقد مذكرات تفاهم واتفاقات مع أي دولة أخرى، نحن دول معترف بها في الأمم المتحدة ولدينا هذا الحق. نحن عملنا هذا في وضح النهار ولم نجلب مرتزقة من روسيا أو جنجويد من السودان أو معارضة شادية كما فعل الطرف الآخر، أو استعان بدول أخرى إقليمية ودولية لجلب طائراتها وقصف شعبها. ما عملناه كان في وضح النهار، ونحن مصرين عن دفاع أنفسنا ولن يدخل طرابلس. وغير بعيد عن ذلك، أعلنت الخارجية التركية أن البيان الصادر عن اجتماع القاهرة حول تطورات في شرق المتوسط مبني على أطروحات غير واقعية، وأن مذكرتي التفاهم مع الحكومة الليبية متوافقتان مع القانون الدولي وشرعيتان بحسب البيان. وأمام هذه المعطيات، هل تخشى الدول الأوروبية اليوم لا سيما إيطاليا وفرنسا الخطر الذي يهدد نفوذها في الساحة الليبية بعد دخول تركيا إلى الواجهة من أوسع أبوابها وإعلانها مع موسكو وقفا لإطلاق النار؟ هذا فضلا عن رفض رئيس المجلس الرئاسي دعوة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لزيارة روما بعد علمه بوجود حفتر فيها. النشرة متواصلة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. مدير برنامج منحة أرباب الأسر بالمصرف المركزي يؤكد للأحرار فتح المنظومات المصرفية للحوالات وأرباب الأسر والاعتمادات. مقتل مسعفين وإصابة 5 من الأطقم الطبية جراء قصف لمسلح حفتر أثناء تقدم قوات الوفاق في منطقة الوشكة. بعد رفض سراج دعوة إيطالية لزيارة روما، كونتي يدعو حفتر للتخلي عن الخيار العسكري ووقف هجومه على العاصمة طرابلس. في موقف متناقض، حفتر يرحب بدعوة وقف إطلاق النار بعد رفضه لها، ويؤكد أنهم سيستمرون في عدوانهم على العاصمة.
أكد مدير برنامج منحة أرباب الأسر في مصر في ليبيا المركزي سالم السيوي الخميس، أكد فتح المنظومات المصرفية للحوالات وأرباب الأسر والاعتمادات. هذا وأوضح السيوي في تصريح للأحرار أن منحة أرباب الأسر تأتي استكمالا لمنحة العام الماضي لمن لم يتحصل عليها بعد، مشيرا إلى أنه لا جديد يذكر بشأن مخصصات العام الجاري. أكدت الشركة العامة للكهرباء قيام مجموعة مجهولة بسرقة دائرة توزيع ناصرية بجفارة، ما أدى إلى فصل التغذية عن عدد من المحولات وانقطاع الكهرباء عن منطقة جليدة. هذا وقالت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء في بيان لها الأربعاء، قالت إن المجموعة المجهولة سرقت أيضا خط إبسيم الذي يقدر بمسافة 600 متر والذي يغذي منطقة سواني، ما تسبب في انقطاع التيار عن جزء من المنطقة، منشدة الجهات الأمنية في الدولة سرعة التدخل لحماية مقدرات الشركة بحسب نص البيان. ناقش النائب في المجلس الرئاسي أحمد معتيق مراحل إعداد التصور النهائي للترتيبات المالية لعام 2020 مع وزير المالية فرج بومطاري ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر. هذا ووفقا لإدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، فقد تمت خلال اجتماع عقد الأربعاء مناقشة تعديل الترتيبات المالية بما يتماشى مع الملاحظات التي قدمت من الجهات ذات العلاقة، في إشارة إلى ملاحظات مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة. هذا وتطرق الاجتماع إلى بحث الترتيبات المالية الخاصة بالبلديات وتفعيل إيراداتها بما يضمن إسهامها في تحصيل أكبر قدر من الإيرادات لدعم الخزانة العامة. إلى خبر آخر، حيث وجه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله كلمة للعاملين بقطاع النفط بمناسبة اختتام اجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2019. وقال صنع الله إن المؤسسة تمكنت بفضل عمالها من رفع معدلات الإنتاج العام الماضي إلى 1,174,000 برميل يوميا، وهو المستوى الأعلى منذ سنوات وفق قوله. وصلت معدلات الانتاج اليومي لانتاج النفط خلال العام 2019 1,174,000 برميل، وهي الاعلى منذ سنوات. ايضا تم تحقيق محقق داخل الحسابات الدوليه المصرف المركزي 22,495,000,000 دولار داخل حسابات المصرف المركزي. هذه الاموال كما نعرف جميعا انها تودع دائما في حسابات المصرف المركزي، والمؤسسه الوطنيه للنفط تتلقى ميزانيتها كيف باقي الجهات في الدولة، كيف وزارة التعليم أو الصحة والثقافة والزراعة، فنحن لسنا مسؤولين على هذا الدخل. الدخل يسيل في حسابات المصرف المركزي ونحن لسنا فيه. في السياق ذاته استعرض صنع الله أبرز إنجازات المؤسسة عام 2019 فيما يتعلق باستئناف الإنتاج من بعض الحقول والآبار النفطية. فيما حث صنع الله في ختام كلمته العاملين بالقطاع النفطي على ضرورة المحافظة على قوت الشعب الليبي من خلال استمرارية العمل لزيادة معدلات الإنتاج. بحر السلام استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا قطاع النفط من وضع حقل الفارق للمرحلة الثانية على الإنتاج، وبدأ الإنتاج فعليا في نهاية العام 2019. تمكنت شركتنا يعني شركة الواحة من استكمال هذا المشروع المتعثر منذ سنوات بسبب القوة القاهرة بسبب ظروف المرتبية ليبيا. تمكنا أيضا أحد الشركات شركة الصنوف من وضع مصنع البوليتيرين على الإنتاج، وبفضل الله هذا الإنتاج يعني يظهر المواصفات أفضل المواصفات العالمية، ويساهم حاليا في تحقيق أيضا يعني جزء كبير من احتياجات السوق المحلي، وحيتم تصدير الفائض. إلى خبر آخر، حيث انعقد الاجتماع الأول لجمعية رعاية النخيل ومكافحة الحشرة القشرية الخضراء بوادي عتبة بصالة الاجتماعات بالمجلس التسييري سابقا بمنطقة أجار عتبة الثلاثاء. وحضر الاجتماع مدير الجمعية والأعضاء المؤسسين للجمعية لاعتماد جدول الأعمال وعرض المحضر السابق واستعراض التقرير المعدي من عن نشاطات الجمعية خلال الفترة الماضية واستعراض العضوية ورسوم الاشتراك السنوي بالجمعية. كما تم خلال الاجتماع وضع خطة العمل للجمعية خلال عام 2020 لمناقشة نشاطات الجمعية خلال السنة الماضية واستعراض
عضوية الجمعية، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل خلال السنة القادمة لمكافحة الحشرة القشرية الخضراء بالمنطقة، ووضع برنامج للاهتمام بالنخيل، ومنها للتجارب التي عملت في السابق لمكافحة هذه والنتائج التي تم التحصيل عليها، وطرق تسميد النخلة، وتطرقنا لعمل جداول اقتصادية للاهتمام بإنتاج النخلة وتدخل إنتاج النخلة في بعض الصناعات. إلى زنتان، حيث بحث عدد من عمداء بلديات جبل نفوس في المدينة أزمة انقطاع الكهرباء التي تشهدها منطقة الجبل بحضور عدد من مسؤولي الكهرباء بالمنطقة. واستعرض الاجتماع كافة المشاكل التي تعاني منها محطات الكهرباء وسبل معالجتها، إلى جانب مناقشة آلية طرح الأحمال بالتساوي مع كافة المدن، والاتفاق على عقد اجتماع مع مسؤولي الجباية بالمنطقة خلال الفترة القادمة لأجل بحث كيفية تفعيل دورها من خلال تحصيل رسوم الاستهلاك من قبل المواطنين والقطاع الخاص بالمنطقة. لما حكينا احنا كعمداء بلديات الان مع المسؤولين والفنيين في الكهرباء، مسائل بسيطه. عندنا اول شيء استكمال محطه ال 220، وهي تحتاج الى مبلغ بسيط جدا، 250 الف في الدوله الليبيه. شنو يكونوا؟ الشيء الثاني توصيل استكمال الخط اللي يربط بين محطه ال 220 هذه بمحطة شكشوك حتى نستطيع أن نوزع الأحمال على المنطقة. ننصح المواطن بالدرجة الأولى اللي هو أن نقسم شوي من الأحمال متاعها، يعني ينحي النار الخارجية وينحي الأشياء الزايدة. باهي، لو أن كل مواطن نحى النار الزايدة هذه يمكن نستفيده من 20 أو 25% من الأحمال. هذه بتنقصنا في ساعات طرح الأحمال من ساعتين يمكن ساعة ونص يمكن ساعة. قبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين: مقتل مسعفين وإصابة 5 من الأطقم الطبية جراء قصف لمسلح حفتر أثناء تقدم قوات الوفاق في منطقة الوشكة. بعد رفض السراج دعوة إيطالية لزيارة روما، كونتي يدعو حفتر ليتخلي عن الخيار العسكري ووقف هجومه على العاصمة طرابلس. في موقف متناقض، حفتر يرحب بدعوة وقف إطلاق النار بعد رفضها له، ويؤكد أنهم سيستمرون في عدوانهم على العاصمة. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت لبالأحرار.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.